أهلا وسهلا بكل مشاهدينا ببرنامج فولو أب، أبرز مواضيعنا لليوم. في زمن أصبح فيه التسول مهنة، طفل مصري يجني مبالغ طائلة، وبعدها جريمة هزت البلاد، الإخصاء عقاب المغتصبين في باكستان، وشاب يطلب فلوس مقابل دعواته التي يصفها بالمستجابة، وصيني يتماثل للشفاء بعد سنوات معاناة من مرض سبب له انطواء جسده بشكل كامل. استغلال الأطفال له عدة أشكال، من أشهر استخدام للتسول بسبب قدرتهم على استعطاف الناس أكثر من الكبار اللي بيقدروا يشتغلوا، وبسبب المردود الكبير من هالموضوع تحول لمهنة بكتير بلدان، وصار له شبكات وعصابات مختصة بتجميع الأطفال وإرسالهم للتسول. وطبعاً أنت كشخص طلع قدامك طفل عم يتسول، توقع بحيرة ما بين الشفقة على هالطفل وما بين خوفك من أنك عم تساهم بشكل غير مباشر بدعم العصابات المستغلين لهذا الطفل. بمصر وتحديدا بالمنصورة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل متسول عاري القدمين عم يعد حصيلة يومه من التسول. من الواضح انه تعمد عدم لبس حذاء لحتى قدر يجمع مبلغ كبير من وراء استعطاف الناس. خلينا نشوف الفيديو. هالفيديو أثار استياء وسخرية عدد كبير من المتابعين، وفي من الناس طالبت الشرطة بالتدخل للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع واللي بيستغل البعض من بعض المرضى النفسيين لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب هاي الأطفال الأبرياء. وتباينت الآراء حول هالفيديو من التعليقات اللي إجت من سليمان يلي كتب: الله يرزقه من واسع فضله، يا ناس حرام عليكم، يمكن عنده حدا مريض بيصرف عليه مع 200 جنيه مثلا حق كيلو لحمة. أما حساب باسم آثار فرعونية مصرية فكتب: الله يرزقه كمان وكمان، مش بدل ما يسرق أو بيشحت، ما الشعب المصري كله بقى شحات الأيام دي، جدع عياض. أما عصام فكتب: التعليقات الغريبة والناس اللي صعبان عليها الولد ده، أقول ليهم اتقوا الله في كلامكم، ده ولد مجرم، وبعد ما عد الفلوس دي كلها شوفوا قام يكمل ويلاحق الناس. أنا عايش في المنصورة وبصراحة مش عارفين نمشي من المتسولين بكل أشكال وأنواع. يعتبر الاغتصاب من أقذر الجرائم اللي عرفتها البشرية بسبب الأضرار الجسدية أو الأمراض النفسية والعقلية اللي ممكن يسببها. بباكستان سيدة تعرضت للاغتصاب الأسبوع الماضي، وحسب وكالة رويترز مجهولين أوقفوا سيارتها واغتصبوها بشكل جماعي تحت تهديد السلاح. هي الحادثة أثارت ردود فعل غاضبة بالبلاد. بدوره رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اقترح تطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي على مرتكبي جرائم الاغتصاب، بحيث يتم إجراء عمليات جراحية للمغتصبين حتى ما يقدروا يعيدوا جريمتهم أبداً. القرار هذا لقى استحسان كبير بوطننا العربي والبعض استنكره. من التعليقات يلي إجت من علي عبد الرحمن يلي كتب: اقتراح صح 100%، المفروض يتعمل قانون في كل دول العالم ويتم تطبيقه على كل مغتصب. أما هشام التركماني فكتب: هذا القرار خاطئ لأنه سيصبح مجرم، وذلك لشعوره بالنقص وتحقير الناس له.
أما علي فكتب: وهو الصحيح، يجب إخصاء كل من يثبت أنه تحرش بالنساء أو الأطفال حتى يكون عبرة لغيره أولاً، وثانياً حتى يأمن المجتمع من مرضه، فهو بهذه الحالة يعتبر علاج وليس عقاب. أما حمادة فكتب: العمى، هذا رئيس وزراء باكستان ولا القذافي؟ عاد إليكم من جديد. من المؤسف أنه تكون ثقافة التعامل مع الخدم غائبة عن أذهان الكثيرين، هالشي يلي بيؤدي أحياناً إلى سوء معاملتهم وغياب حسن المعاملة. المعاملة السيئة هي أحياناً بتدفع بعض الخدم لارتكاب جرائم أو الانتقام بشتى الوسائل. انتشر فيديو بالبحرين على جسر الحد، وبيظهر بالفيديو أحد العوائل مخلين الخدامة بصندوق السيارة تمسك الأغراض من دون أي اعتبار لحقوقها كإنسانة. خلونا نشوف الفيديو. رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استياءهم الكبير من هالتصرف، وخصوصا الشعب البحريني. من التعليقات يلي اجت من جاسم جواد يلي كتب: ما ادري شلون يفكرون هالاوادم، هل الاغراض اغلى من حياه الانسان؟ اما حساب باسم الشرقيه فكتب: استهتار بارواح البشر واستعباد للناس قلوب متحجره. اما تعليق اخر بيقول: الرحمه منزوعه من قلبهم، نتمنى من وزاره الداخليه تقبض عليهم وتطبق العقوبات عليهم. أما سيد فكتب: عقب قولوا الخدامة هربت وإحنا نعاملها أحسن معاملة. هاشتاج انتشر بالسعودية وصار ترند تحت عنوان: مشايخ يروج الدعوة بفلوس. بعد نشر شخص يدعى عبد الله مشايخ ستوري على سناب شات عم يقول: أنا دعواتي مستجابة، المنيحة منها والسيئة، ولازم تعطوني فلوس عليها وتحجزوا تذاكر لحتى ادعي لكم. البعض زعل من كلامي اليوم، وانا اتكلم وادعي لاهلهم بكل طيب وبكل شيء كويس. وانا وش قلت؟ لا سبت فيهم ولا شيء، المفروض انك تدفعوا لي فلوس على دعوات اللي انا ادعيها لكم، لان دعوات الحمد لله كلها مستجابة. يا ما ناس قد دعيت عليهم وقد راحوا في 60 داهية، طريلات رقبته، لما بتجي تدعي علي بكلمات ما هي كويسة ومدري إيش ومدري إيش. ترى أنا ما دريت وين أتقسم والله، أروح من معاري أرجع للملحف، وش تبغاني أسوي يعني؟ خلاص ما عاد بندعي وما عاد بنسوي أي حاجة، شرها علي أنا قسم بالله العظيم. مفروض تدفعون تذاكر على دعواتي. حسبي الله عليكم ونعم الوكيل. من التعليقات اللي إجت من أبو باسل اللي قال: ما قلت لكم المخدرات ضرر على المجتمع؟ هي شوفوا النتيجة. أما التعليق اللي بعده من عبد الرحمن يلي غرد وقال: قاعد يمزح هو وجهه اللي مثل تقل مدام نفيخة، قاعد يستهزئ بالدين، حسبي الله عليه. الناس صارت لا تحترم الدين، بل وصل بهم الحال يستهزئون بمواقع التواصل. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. أما التعليق اللي بعده من جدير يلي علق ساخرا على اللي نشر المقطع وقال: صاحب التغريدة، هل تعلم أنك بهذا المقطع جعلت قلوبنا مقهورة وأنفسنا مكسورة وأمالنا محسورة وألسنتنا مفجورة؟ لا عاد تعيدها. رغم أنه فيروس كورونا طاغي على أخبار الأمراض كلها، ولكن بالفترة الأخيرة انتشر فيديو لشاب صيني مصاب بمرض غريب. هذا الشاب كان طبيعي لعمره 18 سنة، وبعدين مع الوقت بلشت عظام جسمه تتصل ببعضها لحتى انطوى عموده الفقري بشكل كامل. نشوف صورته على الشاشة. هذا الشاب ظل 28 سنة عايش بهالشكل، وكانت أمه عم ترعاه بالمشفى والأطباء عم يحاولوا يلاقوا له حل، ولكن مثل ما بيقول المثل دائما في أمل.
عملوا له الأطباء 4 عمليات والحمد لله صار يقدر يقعد على الأقل بشكل طبيعي والعلاج مستمر. فيديو بيصور حالة هالشاب انتشر على يوتيوب وحصد 22 مليون مشاهدة خلال أيام. خلينا نشوف الفيديو. 自理以后，一直看到秦伟的给我，是比以前老了很多了，头发也白了，看到至少过意不去。他也不能一辈子照顾我了，所以想把这个病早点治好，早点把他的负担了。 إن شاء الله الله يكتب له الشفاء التام. من التعليقات اللي اجت على هذا الفيديو من سامر يلي كتب 4 عمليات لرجع نوعا ما طبيعي، تخيلوا معاناته وصبره يحيى العلم. أما التعليق اللي بعده من ريهام يلي قالت الحالة المستعصية عنا ما عاد تبقاش أكثر أو ما تبقاش أكثر من 30 يوم وبعدين نقول له بالسلامة يابا. محمد الفيفي استاذ سعودي تعرض لوعكة صحية في الكلى وبعدين اكتشف انه معه السرطان بالغدد اللمفاوية وعم ياخذ جرعات كيماوية مكثفة لحتى يقضي على هالمرض الخبيث، ورغم التعب والألم والتأزم النفسي اللي سبب له اياه هذا المرض الا انه ما ترك طلابه واصر يكمل تعليمهم عن بعد عن طريق الكمبيوتر ويتصل فيهم ويعلمهم بكل شغف، وقال أنا شغوف بمهنتي وأحاول مواكبة الجديد في التعليم، الطلاب أصبحوا جزءاً من حياتي اليومية، أستمتع بتعليمهم وتوجيههم. ولا لا؟ ريان 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 انزل هون أبيك تعلمني بأنواع الكلمة مرة ثانية. الكلمة أيوة يا سلام عليك ممتاز. نسمع كثير بقانون الغاب كناية عن غياب القوانين بين الحيوانات بحيث انه القوي بياكل الضعيف، لكن الحقيقة بتقول انه الحيوانات لما بتقتل بيكون عندها سبب حقيقي مثل الجوع مثلا، على عكس البشر اللي ممكن يقتلوا بعض لاسباب جدا تافهة، وايضا النزعة العنصرية عند البشر واللي بتخليهم يتعاملوا مع اي حدا مختلف بطريقة سيئة، لكن في فيديوهات كثير انتشرت لانواع مختلفة من الحيوانات تتعامل مع بعض بطريقة كثير حلوة بغض النظر عن اختلاف جنسهم. خلونا نشوف مع بعض. We'll be right back.
هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من فولو أب، إن شاء الله تكون عجبتكم. لا تنسوا تشتركوا بقناة أورينت على منصات التواصل، أهم شيء اليوتيوب، وتفعلوا الجرس مشان يصلكم كل جديد من برنامج فولو أب وآخر الأخبار. مع السلامة.